لكن ماتشات مضغوطه جدا ورا بعض. حد بس ياكد لي يا جماعه، هو الزمالك هيلعب يوم ايه الماتش اللي جاي؟ يوم الخميس صح؟ طيب حلو، طب اشمعنى الزمالك هيلعب يوم الخميس والاهلي هيلعب يوم الاربعاء؟ الزمالك هيريح 72 ساعه والاهلي هيريح 48 ساعه، ما هي برضو دي نقطه مهمه يا جماعه. ما هو دول فرقتين بينافسوا، الفرق ما بين الاهلي والزمالك نقطتين، الاهلي على القمه فرق نقطتين عن نادي الزمالك. فالفرقتين بينافسوا على الدوري، او الفرقتين دلوقتي ماشيين يعتبر كتف بكتف يعني. فلازم يكون في مساواه في مساحات الراحه من الفرقتين. يعني انت دلوقتي لعبت ماتش امبارح، عندك تدريب استشفاء النهارده وتدريب بكره، اكيد برده مش هيبقى يعني مهم، ومش هتلحق تعالج اي اخطاء او تقول بعض الامور المهمه جدا ممكن يكون محتاج يعالجها كولر عشان تلعب بعد بكره. ما دي حاجه غريبه. طب ما تخلي الاهلي والزمالك دايما في يوم واحد عشان يبقى في يعني مبدا تكافؤ الفرص. مش لاقي لها تفسير، هحاول اسال فيها برضو واقول لحضراتكم، بس الموضوع بالنسبه لي برضو مش مقبول يعني، غريب، موضوع غريب. زي مثلا موضوع امبارح الكره اللي في الكور كتير جدا بتضيع وقت كتير جدا بيضيع في الملعب، وكل شويه لعيب يقع وكل شويه الكره توقف، ريتم ضعيف جدا. ويمكن الحاجه اللي عجبتني امبارح او الحاجه اللي انا متفق فيها مع كولر في تصريحاته امبارح في ماتش بعد ماتش الاهلي وسموحه، لما قال لك لو انتوا عايزين تعلوا ريتم الدوري المصري تمام لازم تطبقوا التقنيه اللي حصلت، او موضوع ان انت تلعب الوقت الفعلي للمباراه زي ما حصل في كاس العالم، يعني تحسب الوقت بدل الضايع بشكل دقيق جدا جدا يعني تمام. فدي حاجه انا متفق فيها مع كولر بصراحه، من ضمن الحاجات اللي قالها امبارح يعني، لان انا بشوف ان هنا عندنا اللعيبه مثلا معتمدين ان احنا كده كده هنضيع وقت، والوقت الضايع برضه هيضيع، بتضيع منه وقت، فخلاص فيش كوره بتتلعب، فيش ماتش، فيش اي ريتم اصلا، ماتش بيبقى ممل جدا على مختلف الاصعده او مختلف المباريات يعني، مش ماتشات الاهلي بس. فدي حاجه لازم تتراجع برضه من رابطه الانديه يعني. نتمنى الافضل دايما يكون قادم يعني.